أهلا وسهلا. شوف يا سيد دؤي، بجوز نحن زودناها معك شوي أثناء المقابلة، بس نحن كان غرضنا شريف، يعني كان غرضنا نشوف قوة احتمالك وصبرك، لأنك ما شاء الله حولك بتحمل وأجدر كمان. لا مالك أجدر. لا أجدر يا ابني، مالك أجدر. لا مالك أجدر. أجدر أجدر. على كلين نحن آسفين عن كل شيء سألناك إياه، وجهز لي حالك للمسابقة الحقيقية. هذيك المسابقة كانت تجربة. بروفا. أدريت. وإن شاء الله هالمرة راح تنجح. مبدئيا أنا صرفت نظر عن الموضوع مثل ما شفته برا، بدي صير بيع فول وشهادة الجامعة بدي شقها وإحرقها. لشو العلم بهدلته يا ابني يا لؤي؟ يعني الواقع الوطن بحاجة لفولك، بحاجة لخبرتك. يعني انت درست وتعلمت وتخرجت، ما مش هتبقى بيع فول. قالوا له شو جبرك على المر؟ قال له يلي أمر منه. أنا برقبتي خمس إخوة صغار وأمي المريضة، مستعد اشتغل بالفاعل بس ما يجوعوا. يا ابني يا لؤي، بتضل الوظيفة أريح لك بكتير، سألني إيه؟ بعد اللي شفته اقتنعت إنه اللي ما عنده واسطة ما راح ينجح ولا راح يتوظف، مو بس لو بعد أسماء الصين، لو الصين والهند وبنغلاديش وكمبوديا. لذلك ما راح أقدم مرة تانية. وإذا قلت لك كرمال هالدقن، كرمال هالدقن. وحياتك مالي مصلحة. طيب كرمال هالدقن. الله يخليك، شكرا. يا حبيبي. يا ابني يا لؤي. الجماعة عم يترجوك. شو بتريدهم يعني؟ يبوسوا ايدك؟ بوسوا ايدهم. لا يا جماعة، أعوذ بالله، أعوذ بالله. ما عرفت. ولأيمتى بدنا ننتظره؟ لحتى يجي. لجنة بعضوين ما بتصير. وبلكي ما اجى بنوب. ما بنعمل مسابقة بنوب. هذا باين عليه انه اكابر كتير، لانه الاكابر دائما بيتاخروا. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخيرات. نعم انا جاي مشان مسابقه. لسه ما بلشنا، بس نبلش بنعيط لك. وانت شو اللي جابك؟ شو بدك تتوظف؟ اتوظف قول اتقاعد. لكن شو جاي تساوي هون؟ ما بعرف، المدير العام هو اللي قال لي تعال. على كل مو مشكلة، بتعلم. انتو بس قولوا لي شو وانا بحكي. ها انت صابر جابي. بلحمه ودمه وشحمه، واذا ما لكم صدقين هي هويتي وقرار تعييني. شوفوا ها، موقع من المدير العام. انت؟ ما دخلني انا، هو اللي نقاني. شبني ما بعرف بحكي. لا بتعرف بتعرف. شرف. تعال تعال. من هون؟ من هون يا اخي؟ مو من هون. شيكمو شيكمو. يا سيدي بدكم مني شيء؟ ايه، دخل لي المتسابق الاول اسمه صبري. على عيني. يا كيفك استاذ؟ زين. ادخل. سيد صبري تفضل. تفضل. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا ابني. تفضل ارتاح. شو بك خايف ومتلبي؟ ما في شيء بخوف. نحن رح ندردش معك شوي، يعني حديث عادي، ونسألك كم سؤال. تفضل استاذ. قل لي استاذ صبري، الترفيعات بحسب قانون العمل الموحد قديش؟ ترفيعات 9% كل سنتين استاذ. يا لطيف، ليش هو هالبحتره؟ كثير ابو موفق. قل لي استاذ صبري، شو هي التعويضات الثابته يلي بتنضاف لراتب الموظف؟ تعويض العائلي وتعويض المازوت. طيب تعويض العائلي قديش بيطلع؟ بعتقد استاذ 50 ليره على المره الموظف غير الموظفه، 25 ليرة على كل ولد قاصر. نيال اللي متجوز 4 وعنده من كل واحدة 10 أولاد. أبو موفق بدك تسأله شي سؤال؟ إيه أنا بدي أسأله. إجازات الموظف بالسنة إشقاط يعني قديش؟ شهر. شهر؟ إيه لا تحلم فيها إلا بعد 10 سنين خدمة. وأنا بدي أحكي. تفضل أحكي، اسأله.
إذا المستخدم شروى حالتي ما كفى معاشه، شو بده يساوي؟ قلي شو بده يساوي؟ مرحبا شباب. تعال لك تعال. انت انا شو بلشت المسابقة؟ ايه بلشت. انت ما فتت؟ لا لسه. شلون بلشوا قبل ما قبل ما فوت انا؟ شو هالحكي؟ وين؟ بدي فوت على اللجنة. ممنوع الدخول. شو ممنوع الدخول؟ انا عضو اللجنة. العاب غير حبيبي. شو العاب غيرها؟ اللي ما بيعرف يلعب غيرها شو بده يلعب؟ بيلعب بالاربعة. ها بالاربعة؟ حبيبي اللجنة كاملة مو ناقصة حدا. الله معك. بعد حبيبي طيب خليني واقفهم بس اسمع شو عم يقولوا. لا حبيبي ممنوع. الله يرضى عليك. وقف لي هنيك. خلص انا بكرمك. خليني بس اسمع. بس اسمع شو خسران انت؟ اسمع يا استاذ صابر جابر، بدك تمارس صلاحياتك وتسأل متسابقين من حقك، بس عرف شو تسأل. هالأسئلة السخيفة ما عاد بدي إياها، ولا ما عاد بفتح لك المجال تحكي كلمة واحدة، مفهوم؟ كليك 100 ليرة لمين يا شباب؟ وينها؟ أنا حر بسأل اللي بدي إياه، بعدين أنا عضو لجنة مثلي مثلك، والقرار مو أنا مطالعه، ليكو ها، موقع من حفلة زيادة المدير العام، تفرج شوف، صابر جابر، شو مكتوب فيه؟ صابر جابر. السلام عليكم. انت شو فوتك لهون؟ حدا ناداك شيء؟ لا ما حدا نادالي. لكان ليش فايت؟ لما يجي دورك بنعيط لك. بدي انا يعني طلع انتظر برا، بس يجي دورك بننادي لك. انا يعني وين رحت؟ انت مين؟ انا صابر. صابر مين؟ وين القرار تبعك انت؟ تعالوا صابر جابر. صابر وين بعتوا انت لهنيك؟ جيبوا لهنا. صابر جابر. انا صابر بس مو جابر. يا حبيبي كنا بواحد صرنا باثنين. انت شو بدك؟ بدنا سكرات معيتك. سكر؟ ايه مو هون عم وزعوا السكر، قالوا لي بتاخذ تموين من هون سكر ورز هون كله. التموين مو هون، التموين بالبنايه اللي بجنبنا. لا توخزونا فتر راسي انا. افتن لك كان وبشك على الباب. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. السلام عليكم. مع السلامه. بقول لهم فتر راسي بيقولوا افتن لبرا، افتن لبرا. تعال شوف. يعني ما صار الا ما فتت؟ لقيت 100 ليرة؟ لقيتها. تعال اقول لك تعال. لك تعال حالك ليش جاي برفيقك معك؟ تعال حالك. ايه انا لحالي. ايوه. بدي اسالك انت فت شيء لجوا؟ لا لسه ما فت. يا عظيم لكان لا تفوت لحتى ارجع، انا ما بطول خمس دقائق هدول 10 خمس 10 خمس دقائق بكون عندك انا. تكرم عليك. بدي اسالك اعتذروا منك امبارح هدول اعضاء اللجنة السابقة؟ اعتذروا. يا عظيم معناتها الشغل ماشي خاطرك. ايه يا فاضل؟ عم اسمعك ما جاوبت على سؤالي. الاستاذ ممدوح قال لي انه انه شو؟ يا ريت استاذ اول شيء تبدا تليفون بلكي الاستاذ ممدوح. وهي رديت. رد انت على السؤال لشو؟ استاذ ممكن تعطيني 3 اجوبه وانا بنقي؟ يا سلام حلو والله. شو عندنا هون برنامج فكر تربع؟ طيب بلا هالسؤال راح اعطيك سؤال بسيط جدا. قلي شو هو تسلسل العقوبات بالدوائر الحكوميه؟ شو تسلسل الدوائر الحكومية بالعقوبات؟ العقوبات؟ ايه عقوبات؟ شو مو سمعة فيها؟ شلون؟ لا الاستاذ ممدوح امبارح كان سهران عنا شرح لي اياها كلها حفظها؟ عظيم، قولها لك. استاذ الله يوفقك. الله يوفقك، أنت ليه ما عم ترد على التليفون؟ ما دخلك. شلون ما دخلني؟ الأستاذ ممدوح نائب المدير العام بيعرف إنه أنا موجود هون، بلكي بده ياني بشي؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألو نعم. أهلين أستاذ. نعم؟
بس العضو الثالث اجى من المديرية وعم يحضر، عم يحضر معنا بالمقابلة. نعم استاذ؟ بصفة مراقب؟ هيك بدك استاذ؟ طيب خليه يجي. يا عباس، عباس. نعم استاذ. بس يجي واحد اسمه خلف المنجعي، خليه يدخل. على عيني استاذ. ايه يا فاضل، مو الاستاذ ممدوح طلع على التليفون؟ المدير العام بذاته، وما بده اياك، بده اياني انا. ارتحت هلا؟ ايه، إن هلا من العقوبات. رح اسالك غير سؤال، شو معنات عضو مراقب؟ عضو مراقب، عضو مراقب، عضو مراقب يا فاضل، يعني شباب شباب تلبكت؟ عضو مراقب يعني راؤول، يعني مثل تبع التموين. تفضل تفضل شريف. لك هذا انت شو رجعك؟ التموين مو هون، ان انا البنايه اللي جنبنا. انا خلف المنجعي. خلف المنجعي؟ إيه؟ هلا انت خلف ولا صابر؟ لا هلا خلف المنجعي. طيب يا خلف المنجعي، بتعرف شو معنات عضو مراقب؟ ايه طبعا بعرف، يعني عضو مراقب. حلو، ما دام بتعرف بتنجعي هون وبتسمعه بس، وما بتتدخل بأسئلة منه. طلعت لبرا بعدين، ولو كان المدير بعتك، حتى لو كان الوزير. ايه انا هذا اللي بدي اياه، بس يعني اويان عصى كثير، شو لو كان وزير؟ يلا تفضل لهون. يلا هي خلا وهي المنجعي. لوين لوين طلعت لفوق؟ لوين؟ انا ما بحسن راقب غير هيك. شو انتم بتفحصون اثنين اثنين هون؟ واحد ما في غيره. ايه سيدي انت، الله معك، مع السلامه. يا عباس. نعم. دخل لي اللي بعده. على عيني. الشاب اسمه لؤي المنحوس. على عيني على عيني. تفضل. السلام عليكم. وعليكم, وعليكم السلام. السلام. وعليكم مثل ما ذكرتم واكثر. تفضل ارتاح. يا لؤي، لنفرض انك نجحت وتوظفت، وإن شاء الله بتنجح وبتتوظف وبتصير زميلنا، وإجتك معاملة موقعة من يلي أعلم منك، واكتشفت إنها غير قانونية، شو بتساوي؟ شلون معاملة غير قانونية بدها تكون موقعة من يلي أعلم مني؟ أكيد اللي أعلم مني عنده خبرة أكثر مني، ما راح يمضيها ويمشيها. لنفرض إنه هالشي حصل، أو لنقول يلي أعلم منك وقعها من غير ما ينتبه إنها غير قانونية، أنت شو بتساوي؟ بوقفها طبعا، وبراجع رئيسي يلي مضاها وبنبهه على الغلط. طيب اذا اكتشفت انه رئيسك يلي رحت تنبهه مانو غلطان وموقعها عن قصد، شو بتساوي؟ ما بيصير. اذا كان بيعرف انها غير قانونيه فالشيء الطبيعي انه يرفضها، وبالتالي ما رح تصل لعندي. يعني احيانا مو دائما ضعاف النفوس بيحبوا يساعدوا قرايبينهم، او بيرضخوا لواسطه كبيره مشان هيك معاملات. بهالحالة بدخل لعند المدير العام وبشرح له الأمر. طيب وإذا المدير العام قال لك مشيها، شو بتساوي؟ بروح لعند الوزير. طيب لنفرض أستاذ إن... ليش عم تفترض المستحيلات؟ معلش يا ابني، أرجوك تحملني شوي. يعني أنت هلأ حط نفسك بهالموقف وجاوبني، كيف بتتصرف؟ والله إذا المدير العام بده يضغط علي بطلب منه بلا باقة يحول المعاملة لموظف تاني، خليه يمشيها، أنا ما بمشيها. ما بتخاف يعاقبك؟ لشو لخاف يعاقبني؟ أنا تصرفت صح وهو تصرف غلط. برافو عليك يا ابني، أنا سعيد جدا بالتعرف عليك. أستاذ أبو موفق، في عندك شي سؤال تحب توجه له إياه؟ لا لا لا، الله يعطيك العافية يا ابني، بإمكانه ينصرف. وين؟ وين بدكم تصرفوه؟ لسه أنا ما سألته ولا سؤال، شو أنا طنطور ولا رجل كرسي؟ ليكو قراري موقع من المدير العام. ها؟ صابر جابر. ايه مزبوط، مبين التوقيع من عندي، مزبوط. ايه
لي بين تمام. عفوا استاذ صابر، اذا عندك سؤال وجيه بتحب توجه له اياه انا ما عندي مانع، تفضل اساله. حبيبي اذا عينوك مستخدم وصار عندك اربع خمس اولاد بياكلوا الاخضر واليابس وبيخلوك تقاقي ما تلاقي، بدهم ياكلوا ويشربوا ويلبسوا، بدهم دفاتر واقلام وخرجيه وبواط رياضه، وكل استاذ بيطلب منهم شيء طلب، شيء بيطلب تجليد نايله وشيء دفاتر مربعه، والمرض واحد عدا الباقي ولحق اذا بتلحق ده راشيتات ودكاتره، الله وكيلك، الله وكيلك ووكيل السماء والارض، اخذت مني الدكتوره 350 ليره، ليره بتنطح ليره وعلى اثرها صرت احوال. وقالت لي خود هاي الراشيتة بتصقية للأربعة، وفوق كل ذلك عندك مرة نقاقة سقاقة إيدها كاسورية بتجيب لك بالتوم عالطالعة بتطلب وعالنازلة بتمننك إنه أهلها أحسن منك، بجيب لها قرع بتقول لي قرع قرع يا أستاذ إن شاء الله بتصير أقرع، بدها كمي من اللي جيب لها كمي، فتح عين وغمض عين، خامس يوم الشهر راتبك بح. ورحت لعند المدير العام المرتاح، سيارة وشوفير وبيت بالمالكي ومزرعة بالزبداني، طلبت منه سلفة وما وافق لك على السلفة، شو بتساوي؟ شو بتساوي؟ مع الموافقة على صرف السلفة المستخدم صابر جابر بناء على موافقة رئيس دائرته. مع عدم الموافقة. استاذ احمد عديلك ابو حسام عم ينتظر برا. خليه يتفضل. تفضل تفضل ابو حسام. مرحبا. اهلا تحياتي. اهلين بالغالي. صحة. اهلا كيفكم؟ أهلا. كيف اصغار؟ اهلا شلون المدام؟ ان شاء الله بخير. خليني وياك يا رب. تفضلوا. تفضل. تفضل تفضل. يلا. الحقيقة أنت نورت المكتب يا غالي. ولو المكتب منور بأصحابه يا سيدي. تسلم. ما بدي آخذ من وقتك كثير. أخي أبو طارق في إيدي طلب عندك. أنت بتأمر يا غالي. يا سيدي في واحد عزيز علي كثير، صديق. معه معاملة بدها توقيعكم، قلت أحسن ما يدور بهالمكاتب ويأخروا له إياها ويعذبوه، فأحكي معك بركي بتسهل له أمره. إيه مو على عيني. شو اسمه صاحبك؟ ظافر أبو كرش، بيقولوا له أبو حاتم. ظافر أبو كرش. كأني سمعان بهالاسم، على كل حال ابعته لعندي وإن شاء الله بنخدمه. إيه ما قلت لي يا غالي.